عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا الأعزاء كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة بقى بنقول لو أنت عايز تعمل سباكة صحية حديثة، تأسس مبنى كامل زي كده، تعمل بيت منزل حديث، تعمل حاجة كويسة، بنقول اشتغل سباكة صحية حديثة. يعني إيه كلمة سباكة صحية حديثة؟ أول حاجة المنتج شركة المصاري المالية إيجيك، شركة تعتمد عليها، شركة بتصنع كل حاجة أنت محتاجها في المنزل بتاعك، اللي هي شركة بي آر على حسب الناس ما بتعرف المسميات بتاعتها. فانا عشان اسس مبنى زي كده بالطريقه الهندسيه الصحيحه، هنعرف دلوقتي مع بعض كل حاجه بالتفصيل كما قال الكتاب. انا عندي هنا مطرح ما انا واقف كده بالظبط في غرفه الشيك بلف الرداد، الكلام ده كله شفناه في فيديوهات وفي صور مع بعضنا ان شاء الله باذن الله. هنا كده في شيك بلف الرداد للغرفه هنا باذن الله. يعني ايه شيك بلف الرداد؟ يعني الميه لما تعلى من الشارع تيجي تخش لي جوه تقف. ليه؟ عشان خاطر ما تعدليش للناحيه الثانيه وتردم لي البيت جوه ميه وحشه او الكلام ده كله. نبدا نكمل مع بعض جوه كده. عندي هنا وانا ماشي، انا عندي هنا دي كلها بلكونات، عملنا ان شاء الله باذن الله بدايه الشغل بتاعنا، خرجنا الخوارج عشان بتاع المحاره يمحر ويظبط الدنيا. بنيجي احنا نبدا بعد كده نروح لك جايين طالعين بالخط بتاعنا هنا، ده الخط التلاتة بوصة حضرتك، يطلع معايا لحد وياخد الشغل ده كله علشان خاطر لو في مية في البلكونات او القصة دي كلها، واخدين عليها صرف التكييفات كمان معانا ان شاء الله. نكمل مع بعض جوه كمان. طبعا بالمناسبة هنا كمان عاملين حساب، هنا كده حضرتك عاملين حساب هنعمل مجرى هنا كده صفاية مطر، وواحدة في الأول هناك مجرى صفية مطر عشان خاطر لو المطر نزل جوه السور جوه المبنى هنا جوه الفيلا هنا يبقى عندي المكان محمي من مية المطر. عندي هنا دي كده حضرتك غرفة رئيسية جاهزة، طبعا دي كلها فيديوهات هحطها لك في اللينك بتاع الفيديو ده إن شاء الله. دي عندي هنا غرفة جاهزة من شركة المصرية المالية إيجي، غرفة 60 في 60 حاجة ممتازة جدا جدا جدا، عملت معايا محطة تحويل للصرف من وإلى حرف ال ال بتاعي عشان لو في عندي لا قدر الله تسليك او حاجه اتسدت او حاجه اعرف اسلك بره المبنى مش من جوه المبنى. نبدا نكمل تاني مع بعض جوه. الله ينور يا معلم. نيجي هنا كده حضرتك، عندي دي هنا مجرى صفايه وش استلس علشان المطر اللي نازل معايا من فوق بتاع المبنى مسيح السلم الرخام القصة منه الى ذلك، اي مية تقع معايا هنا حطينا جريلا استلس بحاجة شيك حاجة قيمة علشان خاطر تحافظ على المطر من هنا. نيجي نخش جوه. دلوقتي عندي هنا المنور فيه خطوط 4 بوصة، مشتركات واي زي ما ستك شايف، مشترك واي 6 بوصة للأواعد، الخط الرئيسي ده جلتراب مركزي، غرفة 80 في 80 من شركة الأمل الشريف، غرفة ممتازة جدا جدا، حاجة بتلم معاك الدهون والرواسب تمنع الروائح الكريهة. المخارج عندي 6 بوصة فاتحين بالخواشة ال6 بوصة، اللهم لك الحمد. المخرج جاي القطر معاك ممتاز جدا جدا. عندي بقى المشتركات، عندي طبات تسليك الدور الأرضي لوحده فيه الأواعد وكلين أوت طبة التسليك في كل خط طب التسليك. عندي القايم الرئيسي جاي ب6 بوصة زي ما ستك شايف، اللي هو القايم الرئيسي بتاع المنزل نفسه خلاف الدور الارضي، اداء الصعد الرئيسي بخط النفس بتاع المنزل. كذلك الامر الناحيه الثانيه الحمام الثاني نازل على كوعين مفتوحين 6 بوصة على خط 6 بوصة بكلين اوت طب التسليك، بالتالي كلها مشتركات واي زي ما ستك شايف كده. واخدين كله شركة كاسل، الجليتراب بتاعي بيركب معايا على الميزان، كلها خط 6 بوصة داخل الرئيسي بيظبط معايا الدنيا كلها. عندي الدور الارضي عامله لوحده طوبة تسليك لكل خط عشان لو حاجة سدت بكوعين مفتوحين بيديني ربع دايرة اثناء التسليك. خط جاي لوحده بياخد معايا المجرى ان شاء الله باذن الله، هيبقى في مجرى هنا استلس كلها خطوط 6 بوصة زي ما ستك شايف. دلوقتي هنا جمعنا الخط اللي هو ال6 بوصة التاني بتاع الصاعد بتاع التيار الخفيف اللي هو خط المطبخ ده، واخدين المطبخ خط مباشر ونازل على الجليتراب، ده خط المطبخ مباشر. عندي الخط التاني برضه طوب تسليك في كل مكان
نازل على 6 بوصة. عندي هنا ده بقى مشترك انذار بهواية، عشان لو الجراتراب عندي اتملى بيروح لك جاي مطلع يوقع لي مية في المنور، يعرفني ان في عندي سدد في الماسورة ديت او في الجراتراب ده، عايزين ننزل ننظفه كل وقت ما عشان العميل ياخد باله ويبقى عارف هو المطلوب منه. كذلك الامر الوضع الناحية التانية، طب هواية عشان ده اسمه مشترك انذار، بكعان بباب طوبة بتسليك في كل مكان، ده خط واخد الغسالات واخد بيبة المطبخ ونازل معايا على 6 بوصة. الناحية التانية كذلك الامر ماشي 6 بوصة، واخد معايا شغل 6 بوصة، اللهم لك الحمد، علشان كل ما توسع القطر كل ما يكون احسن. واخد معايا طوبة بتسليك في كل طب التسليك، عشان لو عندي صيانة او انسداد في اي ماسورة اقدر اسلكها. ده صاعد البيت نفسه نازل معايا على خط 6 بوصة، ورامي على الجلتراب المركزي. الناحية التانية نفس الموضوع، الخط الرئيسي بتاع البيه بالمطبخ جاي معايا على الجلتراب المركزي، والجلتراب بيرمي على الخط الرئيسي على بره. طوب تسليك في كل خط كعان مفتوحة، علشان لو انا عندي الربع دايرة دوت بيديني سهولة وليونة اثناء الصيانة او التسليك. ده خط البيت نفسه نزل 3 بوصة معايا اهو زي ما اتكلم. برضه هنا المنور قبل ما نتكلم هنتكلم فيه قطعه قطعه وحاجه حاجه. اول حاجه عندي فيه مطر او سيول او ميه او نظافه، في عندي صفايه ستانلس من شركه مصاري المانيه ايجيك، برضه الم عليها اي ميه مطر او 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 الى اخره، اي ميه تقع معايا زي ما ستك شايف. طيب نيجي نتكلم في تقسيمه الصواعد. انا عندي الصاعد ال3 بوصة ده، ده طالع سيادتك زي ما ستك شايف كده بالظبط، واخد معايا من داخل المبنى، واخد معايا الغسالات، واخد معايا غساله الاطباق، واخد معايا غساله الاطباق، واخد معايا غساله الملابس، واخد معايا بلاعه المطبخ على خط لوحدهم، تمام كده. الناحيه الثانيه الخط دوت واخد معايا صرف الحوض مباشر 3 بوصة، صرف الحوض مباشر 3 بوصة، يعني اللي انا فصلت المطبخ عن الغسالتين وعن بيبة المطبخ. كل ما تقدر تريح الخطوط بتقدر تريحها. ثاني حاجة انا عندي هنا بيرمي على جلتراب، الشغل الخفيف ده اللي هو المية النظيفة بتيجي هنا على جلتراب مركزي. الجلتراب ده مصنع من شركة الامل الشريف، جلتراب 80 في 80، جلتراب مركزي. يعني ايه جلتراب مركزي؟ يعني جلتراب بيمنع لي الريحة الوحشة والحشرات والقاذورات واي ارتجاع روائح كريهة او الكلام ده كله من صورة الصرف، الجلتراب ده بيمنعه. طيب ناخدها واحدة واحدة زي ما احنا متفقين. انا اسف بس اطلت الفيديو. انا عندي هنا دي هواية، ليه انت حاطط هواية؟ بص انت ليه حاطط هواية يا عم محمد في خط الصرف زي كده؟ طيب هرجع اقول لسيادتك، انا دلوقتي ده اسمه مشترك انذار. يعني ايه مشترك انذار معاليك؟ يعني انا عندي الجلتراب ده لما يتملي اتملى دهون رواسب رز، والعميل نسي او حد ينزل يعمل له نظافه، بدا يكتم، بدا يرد الميه اول ما تيجي تطلع. بص الايدي كده، اول ما تيجي تطلع هتروح لك جايه داخله كاتمه الدور الارضي هنا، هتروح لك جايه داخله كاتمه الدور الارضي هنا. لا، اول الميه ما تطلع قبل ما تكتم جوه تنزل لي الميه من الهوايه دي. ليه؟ علشان خاطر ما اعملش ارتجاع وسدد في الدور الارضي. عشان الدور الارضي لو لا قدر الله العميل مش موجود او مسافر او قافل المبنى، اللي فوق شغال ملوش علاقه بغيره، فبالتالي هروح لك جاي مشغل ميه وغسالات والكلام ده، هتلاقي الدنيا بقت عباره عن مرحاض جوه داخل الشقه بتاعت الدور الارضي. لا، احنا بنحط مشترك الانذار علشان لو في عندي اي ارتجاع او اي ميه عليت من الدهون ومحدش نظف او الكلام ده، احنا بنقول طبعا صيانه دوريه كل 6 شهور او كل 3 شهور على حسب التشغيل بتاع سيادتك. فكده احنا خلاص عرفنا ان دوت خط واخد المطبخ مريح عليه غسالتين وبيبة مطبخ، واخد هنا ده خط مباشر واخد عليه المطبخ على طول. عندي دي هنا شبكة بطارية عدادات، طبعا انا لسه عندي هنا بيركب المحبس والعداد وشيك بلف. ليه؟ انا مطلع المواسير كلها لفوق كده حضرتك بتاعت المية، من اجل ان انا هشغل خزان بالضغط الميكانيكي. يعني ايه بالضغط الميكانيكي يا استاذ محمد؟ يعني انا مشغل لك المبنى على ميه فريش، الفريش اللي جاي من الشارع، المبنى كله شغال على ميه الفريش.
يجي اول ما الميه ما تقطع تروح لك جاي الخزان منزل الميه من فوق. دي كلها فيديوهات احنا شفناها مع بعض وان شاء الله هنشوفها مع بعض هنا ان شاء الله باذن الله اثناء التشغيل والتركيب باذن الرحمن. ثالث حاجه عندي هنا بيركب شيك بلف. دي كلها حاجات مش عايزين نخوض فيها عشان كل حاجه تيجي في وقتها. عندي هنا الدور الارضي مديك داخله للمطبخ ومديك داخله للحمام عشان اوزع الضغوط بتاعتي تبقى الدنيا كلها معايا لذيذه، ما تلاقيش الميه بتضعف من مكان او مكان، لا احنا بنخش داخله يمين وداخله شمال عشان خاطر توزع معاك الضغط. نيجي الناحيه دي كده حضرتك، جينا حطينا عندي انا عندي حمامين، عندي هنا ده حمام رئيسي في خط اواعد، خط اواعد، خط النفس، خط البيض. طيب يعني ايه حضرتك الكلام دوت؟ يعني خط الاواعد كل قاعده راميه على الخط بتاعها، الدور الارضي رامي لوحده في الاواعد، حمام وادي حمام تاني، كل حاجه رميت لوحدها. طبعا دي كلها شغل هنشوفه مع بعض ان شاء الله باذن الله برضه في فيديوهات ثانيه، بس احنا بنقول ايه الملخص علينا كده يا استاذ خالد. بتيجي هنا كده حضرتك ده خط واخد البيب مجمع على خط الجلتراب المركزي هنا عشان خاطر الريحه زي ما احنا اتفقنا. عندي هنا دي الهوايه بتاعتي اهيت، الهوايه دي لو الجلتراب ملى وجي طلع بتروح لك جايه الميه وقعالي هنا تيجي على الصفايه اللي هناك دي سيادتك، تقوم لو في اي ارتجاع للميه قبل ما تخش الدور الارضي وتغرق لي الدنيا تروح لك جايه نازله لي من هنا تيجي على الصفايه وتمشي نفسها على بره. الصفايه دي بالمناسبه مش واخده على الجلتراب ده، يعني الصفايه دي مش جايه على الجلتراب ده، الصفايه دي واخده على جلتراب تاني خارج المبنى. ده هنا خط الاواعد، ده خط النفس. فايده خط النفس زي ما احنا قلنا يا سيادتك بيسحب الروائح الكريهه، بيدي سرعه وسهوله وانسيابيه نزول الميه في الماسوره بتاعتي. لو انا عندي المبنى كله اشتغل يبقى بيوفر عليها سهوله وانسيابيه الميه وخط والريحه الوحشه كمان ان شاء الله. عندي دي هنا دليل تقطير زي ما احنا فاهمين وعارفين مع بعض على كده. ده هنا دليل تقطير لو انا عندي مشكله تسريب في الحمام هنتكلم فيها لما نخش جوه ان شاء الله. ده هنا دليل تقطير، ده هنا كوع بباب خدمه القعده اللي هنا. انا لو لا قدر الله عندي تسليك هفتح الباب ده كده سيادتك كله كلين اوت بالشغل التسليك الامريكي اهو سيادتك زي ما انت شايف كده الشجوان بتاعي ده هنا بروح لك جاي قافل اهو. عندي طب التسليك في كل مكان، طب التسليك، طب التسليك طبعا على وش البلاط فوق في العالي. عندي هنا دي برضو طب التسليك سيادتك علشان خاطر لو عندي اي تسليك هسلك من فوق او من تحت. طب التسليك في كل مكان، كل مكان في مكان تسليك عشان ما بنسيبش حاجه للظروف، ما بنقولش ان احنا بنعمل حاجه وسايبين ان احنا هنعمل لها صيانه، زي احنا بنفكر في الصيانه قبل الشغل، يعني احنا بنفكر في الصيانه قبل الشغل. تيجي هنا برضو حضرتك نفس الموضوع كذلك الامر، تعالى الناحيه دي. عندي ده هنا حمام، خط حمام، ده هنا خط البيب جاي على الجلتراب المركزي، جه على الجلتراب المركزي بتاعي دوت. جه هنا حضرتك برضه هوايه بمشترك انذار، الميه لو عليت قبل ما تخش الدور الارضي تروح جايه وقعالي بره. طب التسليك في كل مكان، خط اواعد، خط نفس عشان خاطر تنفيس الاواعد والرائحه الكريهه او القصه دي كلها. ارجو ان احنا نكون قدرنا نوضح كل معلومه اتعملت في المكان هنا. احنا مش بنفرد بضاعه وخلاص او بنهلك بضاعه وخلاص، كل حاجه معروف مكانها ومدروسه قبل ما تتعمل بعون الرحمن. طبعا بالمناسبه عندي شغلي كله زاويه 45، عود نفس سيادتك يكون شغلك زوايا 45 افضل من الزوايا 90 على قد ما تقدر، على قد ما تقدر خلي شغلك زوايا 45 علشان حاجات كتيره جدا هنبقى نتكلم فيها في وقت تاني. اللهم لك الحمد. كل البضاعه دي مش رص بضاعه وخلاص، كل حاجه معروف مكانها، كل حاجه مدروس حسابها، كل حاجه عارفين بنودي على فين او بنيجي منين. احنا شفنا التصميم واحنا داخلين من بره والتصميم الخارجي، هنخش نبص على التصميم الداخلي دلوقتي مع بعض ان شاء الله. الله ينور ابو جبل. جينا هنا كده حضرتك في الفيلا الدوبليكس تحت هنا عملنا قاعده معلقه بديزاين ديكور حاجه كويسه جدا حاجه جنب منها ان شاء الله لسه الحاجات دي كلها هنشوفها مع بعض باذن الله في التشطيب حاجه تحفه تحفه معماريه. عملنا حساب دش احتياطي استثنائي، يعني حاجه ان العميل لو عنده اطفال او حاجه مستعجله او ضيف او حاجه
يبقى عندي دش استثنائي من شركه جروهي. عندي هنا الحوض نص ركبه ان شاء الله. طبعا بنصمم اي حوض عندنا نص ركبه. جبت حوض ركبه كامله يونت وحده، اي حوض يمشي معاك ان شاء الرحمن. طبعا عملنا العزل بتاعنا، ودي منى تجهيزه العزل. هنبص على الشغل ده كله فوق عشان لسه الشغل هنا طري ان شاء الله. نكمل جوه هنا كده حضرتك. عندي هنا برضو كذلك الامر معاليك. هنا ديكوريشن بتاعنا، الديزاين، التصميم، كل الحاجات دي كلها احنا شفناها، وهحط لك دي كلها لينكات ان شاء الله باذن الله في الفيديو دوت. عملنا القاعده المعلقه بتاعتنا هنا. هنا في كابينه شاور سيكوريت، خلاط دفن 2 مرحله جروهي، حوض نص ركبه. تعمل تصميمك على حوض حوض نص ركبه. طبعا عملنا عزل، وبعد العزل عملنا طبقه الياسه واختبارات. قصه هنشوفها كبيره جدا كلها فوق ان شاء الله. احنا ما بنهتمش بالمظهر قد ما بنهتم بالجوهر. يعني انا مش بقطب منى واشرح واعمل والشغل الشغل الاعلامي اللي الناس كده جدا بتعمله عشان تكسب رضا الناس اللي قدامنا. لا، احنا بنعمل الجوهر اللي انت بتحتاجه. بنختبر مواسير الصرف بتاعتنا. يعني مثلا لو اذا احنا بصينا بتلاقينا احنا بس بنختبر مواسير الصرف اهي. شايف الميه كده حضرتك اهي باينه كده، الميه قدام منك اهي. بنختبر مواسير الصرف بتاعتنا علشان لا قدر الله لو في تسريب او حاجه. بنيجي بعد البلاط بنبص عليها. خش جوه كده في المطبخ. عندي عملنا تصميم المطبخ برده كذلك الامر. عندي هنا غساله ملابس سخن وبارد، عندي سخان، عندي هنا حوض مباشر، ده عايز صرف مباشر على بره، فلتر، غساله اطباق، دوش وشر. عندي هنا محبس للمطبخ، محبس للسخان. هنا عامل منظومه سخان. يعني ايه منظومه سخان سيادتك؟ هنا العميل طالب سخان في المطبخ وسخان في الحمام. ما اختلفناش مع بعض، قلت له حاضر، بس انا هعمل لك محبس باي باص في النص علشان لا قدر الله عندك سخان عطل يبقى اشغل المكان لما اصلح السخان، او انا جيت حبيت في التشطيب اجيب سخان واحد غاز هنا يركب يغذي معايا هناك. المحبس ده طول ما هو مفتوح بيديني باي باص او كوبري على المنطقه كلها. المحبس ده لو اتقفل بشغل هنا محبس سخان وجوه ان شاء الله سخان. نطلع نبص مع بعض فوق. طبعا بالاضافه عملنا صرف التكييفات بتاعتنا والدرين وكل اللي احنا بنتخيله معانا باذن الله. البلكونات عملنا في البلكونات بيب، هنشوفها دي كلها فوق عشان بس المكان ايه مش الله ينور يا باشا. وعليك ابو جابر. تعالى نكمل فوق، تعالى الدور هنا بس عشان الكهرباء قطعه مش هنعرف نبص جوه. بس هو طبعا كله زي بعضه زي ما سيادتك شايف كده. الصواعق بتاعتنا من فوق اللي هناك ده خط الثلاثه بوصه حضرتك، وخط 4 بوصه، وخط نفس، البطاريه بتاعت شبكه العدادات كل 60 سنتي افيز، الثلاثه بوصه كل 80 سنتي افيز، البوصه ونص كل 70 سنتي افيز، الاربعه بوصه كل 100 سنتي افيز، كل واحد متر، الثلاثه بوصه كل 90 سنتي افيز، الوايات عندي ال 45 بتاخد افزان عشان خاطر تملك نفسها الشغله. وجوان ممتاز جدا بس عصبه لازم يتعصب بافزان كويسه. الناحيه الثانيه برضو كلها زوايا 45 كل 90 سنتي افيز، ولازم ادي في الزاويه القايمه دي سيادتك افيز عشان خاطر يملك معايا الشغل ويبقى الشغل ماسك بعضه. بص على الحاج احمد. الله ينور يا حاج احمد. الله ينور. الله يخليك يا باشمهندس. برضو نيجي هنا نبص حضرتك. طبعا هو بس النور شكله قاطع. برضو بص ده اللي احنا بنتكلم فيه حضرتك. احنا عاملين اختباراتنا بقالنا 3 ايام، اللهم لك الحمد المبنى كله فيه ميه. دي ميه في الارضيه زي ما سيادتك شايف اهوت. بنختبر جوده العزل، عندي دليل تقطير هناك اهو ان شاء الله باذن الله. دي كده الميه دي بتقول لحضرتك ان انت شغلك كويس وعزلك كويس جدا يا اسطى محمد. طبعا زي ما احنا متفقين بعد ما بنعزل المبنى بتاعنا بنختبر، نبص على السقف، شوف السقف عندي لو في رقعه ميه بتبان، لو في عندي اي مشكله تبان في السقف هنا كده حضرتك. اللهم لك الحمد السقف ناشف معاك يا استاذ محمد. الله ينور عليك يا استاذ محمد. بص هنا كده برضو حضرتك اهو، الميه دي بقى لها يومين او 3 ايام تقريبا زي ما سيادتك شايف اهو. لا قدر الله لو في عندي تسريب في السقف هيبان لك في الرقعه، الدنيا تعمل معاك. كذلك الامر هنا برضو اهو، شايف كده الميه حضرتك
دي ميه كده موجوده متركمه في الارض بقالها 3 ايام تقريبا. بنختبر جوده العزل، لو في عندي مشكله الحمام اللي فوق منه مكبوس ميه هنبص عليه واحنا طالعين دلوقتي. انا لو عندي تسريب هنا هيبان في السقف عندي لا قدر الله، لو في عندي تسريب او اي مشكله في العزل هيبان معايا باذن الله. اللهم لك الحمد طول ما انت شغال كويس وما يرضي الله ربنا يكافئك ويزيدك باذن الرحمن. نطلع نبص تاني فوق. الله ينور يا استاذ وليد، انتوا ايه بتطلعوا اسمنت كده؟ انتوا صايمين يا ابني، الله يديكم الصحة. طبعا الايد العاملة اللي بيحبها الله ورسوله. طبعا ده شغلنا اهو، احنا بنشتغل بايدينا بحاجتنا زي ما احنا قلنا. ده برضو اهو بنعيد الكلام من تاني، شغلنا ديزاين تصميم افزان كل حاجة بما يرضي الله. مش ان انت تضحك على الزبون تاخد منه فلوس وتجري، لا انت بتعمل يرضي ربنا قدام حضرتك كده. زي ما انت شايف كل 60 سم افيز افزان جايه بشكل تناسق، حاجه كلها جايه معاك كويسه باذن الله. خش جوه كده. هنا النور الحمد لله اشتغل اهوت. بص كده هنا حضرتك، ده اللي احنا بنتكلم فيه وبنقول ده عزل من الشركه المصريه الالمانيه ايجيك. اعزل واختبر مفيش فيه اي مشكله اطلاقا. اهي الميه واقفه اكتر من 10 سنتي اهي، يعني الميه معديه معاك اكتر من 10 سنتي وبقالها يومين ثلاثه لا قدر الله. لو في عندي مشكله بيبان معايا في السقف من فوق لو في مشكله لا قدر الله معايا او حاجه. لا احنا اللهم لك الحمد بنعمل شغلنا وما بنديش حاجه للظروف، لا بعمل عزل وبختبر وبعمل طبقه حمايه فوق العزل. اهم حاجه سيادتك كسباك او كعميل استلم شغل العزل بتاعي بعد ما فنش حمامي، بعد ما اخلص الحمام بتاعي كده اطلاقا اروح لك جاي عامل اختبار للعزل، ما اختبرش العزل قبل الشغل. طبعا بتحاول يكون الكهربائي خلص شغله، يكون حاول خلصت اي بند داخل الحمام يلي بعد السباك بتاع السيراميك ان شاء الله. كذلك الامر اهو حضرتك، عندي هنا اهي الميه، الميه دي واقفه بقالها 3 ايام تقريبا برضو. ده هنا دليل التقطير حضرتك، دليل التقطير دوت فائدته ان انا لو الميه عندي لا قدر الله تسريب زي ما انت ستك شايف الحمام بركه ميه، بتبدا الميه تجي لي هنا. طبعا بنشرح الماسوره بعد ما نفك الاختبار بتاعنا، بتنقط لي في المنور. اول ما الاقي دليل التقطير ده بينقط في المنور اعرف ان القطعه دي اللي فيها مشكله مش المطبخ ولا الحمام. كل قطعه فيها مشكله تبان معاك لا قدر الله لو في عندك مشكله او الكلام ده كله. طبعا زي ما احنا اتكلمنا وقلنا عملنا هنا مكان غساله، عملنا هنا السخان بتاعنا، قاعده معلقه فلاش تانك جروهي، هنا الخلاط الدفن جروهي، كابينه شاور بوكس شاور ان شاء الله حاجه تبقى ممتازه جدا جدا جدا. وهنا عملنا ليد بروفايل حاجه ممتازه جدا جدا فوق قمه الوصف والخيال. كابينه الشاور بتاعتنا هنا هنعمل كرسي قلاب ان شاء الله في التشطيب. بيبه الشاور بتاعتي اهي برده مكبوسه ميه، يعني بص حضرتك شايف دي كده ميه، الصرف كده مكبوس ميه معاك بنسبه 100%، لان انا عندي الشركه مصنعه ماده البولي بروبلين بتقول لك انا بصنع الماده وبديك ضمان على الشغل الاخضر البولي بروبلين. لا طب والصرف حضرتك، مين اللي هيختبر لي الصرف؟ مين اللي هيضمن لي جوده الصرف وشغل الصرف؟ مفيش. لا انا كسباك كمحمد صلاح بختبر الصرف من نفسي بالميه زي كده، وبسيب الميه لحد لما باجي اشطب. يجي حد يقول لي انت لما بتيجي تشطب افرض في مشكله عندك وحد خبط لك ماسوره او باظت، بقول لك انا لما اكتشف العيب غير لما حد يكتشفه بعد سنه اتنين تلاته تلاقي السقف بينقط والدنيا بص عند العميل والعميل سكن وصوته جت في المكان. انا بقول لك لا، انا لازم اختبر الصرف لحد التشطيب بتاعي علشان لا قدر الله لو في مشكله تبان، ولو ما فيش مشكله اقول للعميل اقعد 100 سنه 50 سنه زي ما انت عايز تقعد، عيش عيش في قلب المكان بتاعك ما عندكش ادنى مشكله ان شاء الله في شغل السباكه. برده كذلك الامر عندي اهو، ايه الميه بتاعتي اهيت ميه بقالها 3 ايام تقريبا برضو. كده احنا اختبرنا العزل، اختبرنا مواسير الصرف بتاعتنا، عملنا كل ما يلزم، عملنا كل ما يلزم في المبنى في المنشأ، منشأ صرف صحي سباكة حديثة. اي حد بيفكر يشتغل، نصيحة لوجه الله، اي حد بيفكر يشتغل في مبنى متكامل في مبنى من بدايته او شقة ايا كان وضعها، فيلا دوبلكس اي مكان ما، اعمل يرضى ربنا، اعمل يرضى ربنا مع العميل. اي عميل فينا
عايز السباك الفاهم اللي يقترح عليه شغل جديد يعمله الحاجة كويسة. الناس كلها ما عندهاش وعي في التشطيبات او الكلام ده كله، اللي بيشتغل من غير مهندس معهوش فلوس يجيب مهندس كويس، فبيروح لك جاي مثلا انا مش معايا فلوس اجيب مهندس، فبضطر اشطب لوحدي، فما بيلاقيش الصنايعي اللي يديله الكفاءة والشغل اللي هو محتاجه او الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. حاول يكون عندك كاريزما، عندك شخصية ان انت تعمل المكان واثق فيه، واثق في نفسك، في الديزاين، في التصميم. اللهم لك الحمد، المكان ده كله صممناه وعملنا ديزاين وعملنا التصميم وعملنا الشغل الهندسي بتاعه كله، اللهم لك الحمد، فضل ونعم من الرحمن وفضل الله علينا ان احنا عملنا الحاجة كويسة بإذن الله. ارجو ان احنا نكون وضحت كل ما يلزم، كل ما يلزم، كل ما يلزم في انشاء مبنى متكامل من السباكة الهندسية الصحيحة. يعني ايه حضرتك سباكه هندسيه صحيه؟ انا لما بروح معرض اسمه معرض ادوات صحيه، ما اسمهوش معرض سباكه، اسمه معرض ادوات صحيه. قبل ما تكون سباكه لازم تكون صحيه، تكون صحيه على العميل، ما شمش ريحه وحشه، جلتراب مركزي، شكمال فرداد، غرفه تفتيش جاهزه، كل حاجه مصنعه من ماده البولي بروبلين، حاجه ممتازه جدا جدا جدا. وان شاء الله يا رب نول اعجابكم، وتابعونا باذن الله على صفحه سباك شاطر على فيسبوك وقناه سباك شاطر على اليوتيوب، ولا تنسونا من صلاح دعائكم، دعوه صالحه من رجل صالح تكفينا بالدنيا وما فيها. شكرا لحضراتكم، شكرا.